ما الغاز الذي يعد مذيبا للهواء الجوي؟ طبعا هذا هو السؤال الذي سنجيب عليه من خلال هذا الفيديو. وطبعا لا تنسى زيارة الرابط الموجود بالأسفل، وضعنا فيه جميع الأسئلة التي تطرقنا إليها من خلال هذه القناة، ويمكنكم التعرف على الإجابة. وفضلا وليس أمرا، الإعجاب بالفيديو وطبعا الاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة. وإجابة هذا السؤال هو غاز النيتروجين.